تكنولوجيات عالية وجودة عالمية، اليوم هي ليست بحديث أو شعارات، بل واقع ملموس تشهده بلادنا. وخير دليل القطب الصناعي للأجهزة الكهرومنزلية سمحة. مصنع سمحة هوم أبلاينس، دونك مجمع صناعي لينتمي لجروب سيفيتال، يتربع على مساحة 110 هكتار، دونك 60% منه من مبني. المصنع هذا يشغل حوالي 4000 عامل إلى يومنا هذا، وكذلك عنده قدرة إنتاجية تاع 5 ملايين وحدة في العام، هذه في السنة. ونسبة الإدماج تاع المنتوجات تاعنا تصل إلى 80%. بلوغ الأهداف المسطرة من قبل شركة سمحة لم يقتصر على زيادة حجم الإنتاج والرفع من نسبة الإدماج، بل الوصول إلى أكثر من ذلك بخلق استثمارات عالمية من خلال شراكات مع عمالقة مصنعي الأجهزة الكهرومنزلية كشركة هاير، التي اليوم هي رسميا في السوق الجزائرية. اليوم يوم تاريخي، يوم اتفاق شراكة استراتيجي بين عملاق الصناعات الكهرومنزلية والشركة سمحة هوم أبلاينس الرائدة في الصناعات الكهرومنزلية في الجزائر، فرع مجمع سيفيتال الذي استثمر فيها المجمع سيفيتال أكثر من 500 مليون دولار لإنتاج منتجات كهرومنزلية ذو جودة عالية ونسبة إدماج عالية جدا، مع شريك صيني معروف هو شركة هاير، هو رقم واحد عالميا منذ 15 سنة في الصناعات الكهرومنزلية. الهدف من هذه الاتفاقية الاستراتيجية والعقد المبرم بين الشركتين، أولا شركة سمحة ستقوم بتصنيع منتجات هاير للسوق الجزائرية والأسواق الخارجية لتصدير من مصنعها في سطيف. توجيهات كانت واضحة وبصريح العبارة. نهاية 24 عندكم الريفريجراتور ميد إن ألجيريا، تلفزيون ميد إن ألجيريا، الماشين لافي ميد إن ألجيريا، وهلما جر من أمثلة. هذا هو التطور، هذا هو النمو، هذا هو الاقتصاد اللي يمتص البطالة ويمتص خريجي الجامعات. هو منطلق شركة سامحة اليوم، فمع نهاية السنة منتجات جديدة وعالمية وبأسعار تنافسية وصناعة جزائرية. إن شاء الله قبل نهاية هذه السنة المنتجات منتجات هاير حتكون في السوق، وهذا الاستثمار أو الشراكة الواعدة بين العملاقين سيكون له ردود إيجابية جدا على مناخ الإنتاج مواد الكهرومنزلية في الجزائر، ويكون له قيمة مضافة كبيرة للسوق. تغطية السوق المحلية مع اكتساح الأسواق الخارجية ودعم الخزينة العمومية، مع فتح مناصب شغل إضافية وضمان منتجات تتميز بالجودة والنوعية العالمية، هو المخطط العام لشركة سامحة لتصبح اليوم معياراً وقدوة للصناعة الحقيقية في مجال الأجهزة الكهرومنزلية.